أستاذ عمر حرامبي مدير المدرسة الابتدائية دال، كل عام وأنتم بخير. وأنت بألف خير. اليوم تحتفلون بتكريم المسن في المدرسة الابتدائية دال، المسن من حي رأس الخابية، ما الهدف من هذه الفعالية؟ في الواقع احنا احتراما للرجال اللي كبار في السن و احتراما لدورهم في المجتمع، شفنا من المحل رأينا من المناسب أن نخصص فعاليات على مدار 3 أيام في هذا الأسبوع، خلال أسبوع اللي أطلقنا عليه أسبوع المسن. والهدف هو احترام الكبير، هو قيمة عظمى عندنا بالمدرسة، فعشان هيك خصصنا فعاليات. كل يوم المعلمين كانوا يعطوا دروس فعاليات في الصفوف عن دور المسن وكل هاي الشغلات اللي بتتعلق في المسنين، واليوم راح يكون عندنا تتويج لهذا الأسبوع. زي ما قال الاحتفال في مناسبتين، مناسبة عيد الأضحى المبارك اللي راح يصادف يوم الثلاثاء القادم، واحتفالا وتكريم بالمسنين في حي رأس الخابي. وقمنا بدعوة المسنين إلى المدرسة، وفي برنامج راح نقدمه قدامهن تكريما لهن في المدرسة الساعة 11 اليوم. ما دمنا نحتفل بعيد الأضحى المبارك، هل من كلمة توجهها للطلاب والهيئة التدريسية والأهل البلد؟ أنا في الواقع بتمنى لجميع أهالي البلد من الطائفتين الدوزية والطائفة الإسلامية عيد أضحى مبارك، وإن شاء الله ينعاد على الكل باليسر والخير والبركات، وكل عام والجميع بألف خير. وهل من توجيهات للطلاب خلال عطلة العيد؟ طبعا زي ما بتعرف احنا اليوم رح نخرج لعطلة العيد، عطلة تستمر حتى صباح يوم الاثنين 22/11. فأنا بهاي المناسبة بتوجه لكل طلاب المدرسة بالأخص عنا، ولكل الشباب والطلاب في البلد، انه بالاخص يبتعدوا عن قضية المفرقعات، لانه المفرقعات زي ما بنسمع وبنقرأ احنا في لها اضرار كثيرة. فبتأمل انه الطلاب المدارس في كل البلد يحاولوا انه ما يقربوش على هاي الشغلات ويبتعدوا عنها، عشان العيد يمرق عليهن وعلى اهاليهن بسلام وبخير. وكمان مرة بقول ان كل عام والف خير لكل سكان البلد بمناسبة عيد الاضحى المبارك. أستاذ عمر، نتمنى أن تلقى توجيهاتك القيمة الأذان الصاغية لدى الطلاب ولدى الشباب في القرية، وكل عام وأنتم بخير. وأنت بخير، شكرا كثير. شكرا جزيلا. Yeah.